في البداية لو هنتكلم على ال10 سنين اللي فاتوا، القطاع الزراعي الحقيقة يمكن شهد طفرة كبيرة جدا وقفزة الحقيقة. تمام. فكرة استصلاح الأراضي الزراعية كفكرة ممكن حد يعتقد أنها سهلة وبسيطة، لكن هي بتحتاج مجهود كبير جدا وخطوات استباقية وتحضيرية، بعد كده بنبدأ عشان نستصلح هذه الأرض الزراعية، يبقى في مجهود كبير جدا عشان نقدر نشوف منتج أو ثمرة هذا الاستصلاح. لو حضرتك تكلمنا على هذا المجهود خلال السنين اللي فاتت. تمام. وطبعا زي ما سيادتك عارفه ان منذ تولي فخامه الرئيس امور البلاد 2014، ويعني فخامه الرئيس اتخذ خطوات استباقيه لتحقيق الامن الغذائي في مصر، وده من خلال التوسع الافقي في المشروعات القوميه لاصلاح الاراضي والتوسع الراسي. فيما يتعلق بقى بالتوسع الافقي، كان احد يعني المشروعات في البرنامج الانتخابي لفخامه الرئيس اللي هي مشروع المليون ونص مليون فدان، ثم تطور بعد ذلك بقى اسمه المليون ونص مليون فدان، ثم دخلنا على الدلتا الجديده بنتكلم في 2.2 مليون فدان مستهدفين ان شاء الله، ثم عندنا بقى شرق العوينات وتوشكى الخيل ووسط وشمال سيناء. كل هذه المشروعات ان شاء الله مستهدف ان هي تضيف للرقعه الزراعيه يعني اكثر من 3.5 مليون فدان. طبعا هذه المشروعات الهدف الاساسي منها بشكل رئيسي يعني زي ما حضراتكم عارفين ان هي تحقق الامن الغذائي. احنا شفنا الفترات الاخيره في ازمات سريعه ومتلاحقه، زي بدايه من ازمه كورونا، ثم الازمه الروسيه الاوكرانيه، ثم الاحداث العالميه اللي احنا شايفينها في الفتره الاخيره دي كلها، دي اثرت بشكل كبير على امدادات الغذاء واسعار الغذاء. شفنا بعض الدول بتمنع تصدير منتجاتها الزراعيه الى الخارج، شفنا ارتفاع وسائل الشحن، شفنا ارتفاع الاسعار العالميه بشكل كبير. فكان لازم ان احنا نتوسع في الاراضي الزراعيه هنا في مصر ونستصلح مشروعات قوميه كبيره. طيب دكتور، مصر فيها مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية. تمام. هل كلها صلاح للزراعة؟ وعلى أي أساس بنختار مثلا منطقة بأنها إن احنا هنبدأ هنا مشروع؟ تمام. وطبعا احنا عندنا في وزارة الزراعة والصحة الأراضي مركز بحوث زراعية ومركز بحوث الصحراء، دوت مهمتهم الرئيسية يعني أحد المهام الرئيسية إن احنا نحدد الأراضي الصالحة للزراعة. احنا بننزل هذه الأراضي وناخد عينات منها ونحدد مدى صلاحيتها للزراعة ومدى توفر مصدر لمياه الري، سواء كان بقى مياه جوفية، مياه نيء، سطحية. مدى صلاحيتها بالنسبة للمعادن مثلا الموجودة في التربة أو في الأرض؟ بالظبط كده، مدى صلاحية زي ما قلت سيادتك للزراعه، زي ما سيادتك قلت للطرق، من المعادن، المناخ، كل العوامل دي بناخدها في الاعتبار ونحدد نقول والله احنا يعني عندنا اراضي صالحه للزراعه 4 مليون فدان، 3 مليون فدان، وهكذا يعني. وفي اماكن الحمد لله في الفتره الاخيره احنا بنحط ايدينا عليها يعني بشكل رئيسي كبير، يعني بتطلع يعني يمكن مش عايز اقول 90% واكثر منها صالحه للزراعه، ويبقى يكون برضك متوفر لها مصادر مياه الري بالتنسيق مع وزاره الري والموارد المائيه.